طب حد عندك سؤال؟ حد سؤال في أي حاجة فاتت؟ طيب تعالى نبدأ نتكلم خلاص، ندخل بقى في اليوزر كنترولز، نبدأ نعمل ويندو، نعمل فيوز وباتونز والتكست. تمام. طيب هو الموديل بتاع اليوزر انترفيس كله السامري بتاعته، بس ان احنا اول بدايه بتاعه الديفلوب بتاعه الموبايل اب يعني. تمام. نبدا نعرف بس في اول حاجه في اليوزر انترفيس الابلكيشن استراكشر بيكون من ايه. تمام. طيب انت الابلكيشن بتاعك كله عامه اتليست لازم يكون فيه وان ويندو، يعني لازم يكون عندك وان ويندو عامه في الابلكيشن بتاعك، زي مثلا في الاب بروجكت عامه اي اس بي او ويندوز فورم لازم يكون عندك مثلا اتليست وين فورم او اتليست وان اي وان اوف فورم. نفس الحكايه في الموبايل اب عندي لازم يكون عندي وان ويندو. تمام. طب الويندو دي عايز اقسمها، يعني عايز مثلا ان انا في هيدر، في فوتر، في مثلا مين بودي. عشان تبدا تقسم الويندو بتاعتك فانت ديف عامه عندي حاجه اسمها فيو، هي انرج للديف، حاجه شبه ايه؟ شبه الديف، ان انا ابدا اقسمها وابدا اعمل لها بوزيشنز. تمام. طيب طب انا حبيت اعمل، لو انا مثلا فتحت الويندو زي كده، تمام، هي دي عباره عن الديفز بتاعتي، يعني انا عندي سنجل ويندو اهي. تمام. هي دي كلها عباره عن ويندو. اما حته التقسيمه اللي هي الديفات دي اللي هي الابيض والازرق دي، هي عباره عن فيو. تمام. كل شكل من ده واخد بوردر واخد لون، فهو عباره عن ايه؟ عباره عن فيو. والفيو ده انا مديله ايه؟ مديله بوزيشن، ايا كان كل توب ليفت، ايا كان واخد كام رايت. تمام. ببدا ان احط البوزيشن، هبدا نتكلم فين؟ في البوزيشن ان شاء الله. طيب تعالى كده واحده واحده نعمل بس ويندو ونحط عليها ايه؟ نعمل عليها فيو، نحاول بس نكتب ايه؟ رايت كودنج، ازاي الويندو اتعملت وازاي الفيو هتتعمل. تمام. طيب تعالى نفتح بس الابلكيشن ستراكشر بتاعنا كده نشوف جواه ايه، ونبدا ايه؟ نبدا نتكلم فيه ان شاء الله. انا لو فتحت الماب بروجكت اللي هو كان اسمه فيرست موبايل اب، هتلاقي المين فولدر اللي موجود عندك هو الفولدر اللي اسمه ايه؟ ريسورسز. تمام. واي تارجت انت عملتها، اي ديبلومين تارجت، هتلاقي له فولدر. يعني مثلا انت عندك الاندرويد، كنا عاملين الديبلومين تارجت بتاعنا كان عباره عن اندرويد، فهتلاقي له ايه؟ هتلاقي له فولدر. الفولدر بتاع الاندرويد ده فيه كل الريسورسز بتاعته، بمعنى لو انت هتحط ايمجز، هتحط ريسو، هتحط انيميشنز، هتحط اي كان حاجه خاصه بالريسورسز بتاعه الاندرويد، فبتتحط في الفولدر اللي اسمه ايه؟ اندرويد. طيب اي ايمج خاصه او اي ريسورس خاصه بالايفون فبتتحط جوه فين؟ في الايفون. طب هتقول لي فين الايباد؟ الايفون بيتحط مع الايباد، بتحط معاه كل الايمج دي الخاصه بيه. تمام. وحاجات برضو عندي حاجه خاصه بمين؟ بالموبايل ويب. لو فتحنا كده هنتكلم في الريزوليوشنز او الايمج ويدز بتاعت الاندرويد، هنتكلم فيها اشمعنى دي كلها فولدرز، هنبدا نتكلم فيها ان شاء الله. تمام. وعندك برضو الموبايل ويب ليها فولدر خاصه بيها، برضو خاصه بالسبريس سكرين وخاصه بالايمج، اللي انا ممكن احطها فين؟ احطها عندي على الموبايل ويب. تمام. هتلاقي برضو من ضمن الحاجات الموجوده في الموبايل ويب حاجه زي خاصه بسبلاش، هتلاقي الايكون برضو اللي اتحط في التايتل. وعندك حاجات خاصه بايه؟ بالسي اس اس فايلز والايه؟ وال HTML. تمام. الحاجات دي برضو ان شاء الله ممكن اعدي عليها سريعا كده في حته ال HCSS وال HTML فايل. هتلاقي المين فايل او المين ايكون فايل او مين المين ويندو موجوده عندك في اب ايه؟ اب دوت جي اس. واتفقنا الاب دوت جي اس هو ستارت اوف اكسكيوشن اوف يور موبايل ابلكيشن اب. تمام. لو ضغطت عليه كده دبل كليك كده فهتلاقي جواه كود ايه؟ كود جافا سكريبت. تمام. طيب تعال نكومنت الكود ده كله، تعال نكومنت الكود ده كله. وعايز اعمل حاجتين، عايز حاليا نعمل حاجتين. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا عايز بس ان انا اعمل ويندو زي اللي قدامي زي السنجل ويندو دي، وعايز اعمل تاب ويندو زي الايه اللي تحت دي. تمام. تعال ناخد بس خطوه خطوه لغايه ما نوصل لكل، نحاول ان احنا نغطي كل الكنترولز النهارده. تمام. انا عايز اعمل السنجل ويندو دي وعايز اعمل التاب ايه؟ تاب ويندو دي. طيب تعال ندخل جوه الاب عندي كده. فين احنا في البدايه اخترنا فايل A new mobile app project. التمبلت اخترنا في الكلاسيك، اخترنا حاجه اسمها ديفت بروجكت. تمام. لو رجعت انا لكانسل كده وتعالى نكومنت ده كله. تمام. او ممكن تشيله خالص، يعني ممكن تقول كنترول A كده. ريموف. طيب انا عايز اعمل اول ويندو. عشان تعمل ويندو اتفقنا ان انا عندي لايبرري، اللايبرري دي خاصه بال باليو اي. فانا مثلا هقول له var. تمام. هقول له مثلا وين، هاخد اوبجكت كده او زي
زي اوبجكت كده او فاريبل من الوين اللي نعملها، تمام، واقول له تي اي او تيتانيوم عامه. هتلاقي في تي اي او في تيتانيوم، الاثنين واحد، تمام، يعني الاثنين واحد، تيتانيوم او تي اي دوت. هتلاقي عندنا اللايبرري الخاصه باليو اي حاجه اسمها يو اي. دي اللايبرري اللي هعمل منها اي يو اي، ادي تكست، ايمج فيو، سكرول فيو، سكرول فيو، تيبل فيو، ليست فيو، تمام. طب انت عايز تعمل حاليا، قلت له عايز اعمل ويندو، فاقول له دوت كرييت ويندو. الفونت كده كويس، تمام. طب الويندو دي اكيد لها بروبرتيز، يعني الويندو دي اكيد لها بروبرتيز ولها ايفنتس ولها فانكشنز، تمام. دي اللي انت كريت لك اليوزر انترفيس، هتكريت الويندو اي حاجه، اي حاجه، حاجه خاصه بالانترفيس تحت تي اي دوت يو اي، تمام. طيب انا عايز كريت ويندو، عايز احط لها بروبرتيز، فانت ممكن هتفتح بس قوسين كده جهز جيسون حط بروبرتي كده، تمام، وافتح اللي هم الكيرل بريكت بتاعتي، تمام. هنزل بس كده عشان نقدر ان انا اكتب. ممكن احط باك جراوند، فانت ممكن تقول دول ايه اهو باك جراوند كلر، دي كلها بروبرتي بتاعت الويندو. يعني انت مجرد ما انا عملت سبيس كده ظهرت لي كل البروبرتي بتاعتي، او كنترول سبيس ظهرت لي كل البروبرتي بتاعتي بتاعت الويندو الايه اللي انت ممكن تتعامل معاها. عايز تحط مثلا سي تايتل، عايز تحط سي سي باك جراوند كلر، فانا ممكن اجي اقول له باك جراوند كلر، تمام، وحط الكلر اللي انت عايزه. ايا كان هتحط الكلر ويز نيم، حط الكلر بالنيم بتاعه ايا كان، ريد، جرين، بلو، براون، اورنج، تمام، او انا احط ويز ايه هيكسا، تمام، ان انا احط علامه الهاش واحط النمبر او النيم بتاع الكلر ده. ايه شويه في ديزاينر، بس ديزاينر برضو يعني تمام. هو الديزاينر في التايم شويه برضو محدود شويه، مش مفتوح يعني، تمام، بس انت في الاخر برضو الديزاينر ده بيريتيرن لك جافا سكريبت، فانت لازم برضو تعرف ايه الديزاين ده اتعمل ازاي، تمام. طيب وممكن تحط هنا الكلر زي ما انت عايز، انا ممكن سي احط هنا براون كده، تمام. ما تنساش بس في الاخر ان انا احط بس نهايه كل سطر عندي عباره عن سيمي كولون. براون غلط كده. تمام كده. طيب طب هتقول لي انا هعرف البروبرتي بتاعت الويندو بتاعت منين؟ يعني انا عايز اعرف كل البروبرتي بتاعت الويندو واي ايفنتس للويندو. اتفقنا انت عندك دوكيومنتيشن خاصه بالحته التانيه عامه. لو رحت الويب سايت بتاع ابسليتور هتلاقي كل ما تتخيله عن الويندو من البروبرتي ومن ايفنت ومن فانكشنز. فتعال نفتح الدوكيومنتيشن كده نبدا ايه نشوف. طيب عبال ما يفتح الويب سايت بتاعنا، طيب الويندو دي عايز احط عليها فيو، يعني احط هي الويندو. اتفقنا انا ممكن اقسم الويندو دي اكتر من فيو، عايز احط عليها فيو، والفيو دي ممكن احط عليها سي كلر تاني او اي حاجه تانيه، تمام. فانت ممكن تيجي تقول له برده انا عايز اعمل فار فيو 1، تمام، بتساوي موجوده فين؟ قلت له في تي اي دوت يو اي عندي حاجه اسمها كرييت فيو. نفس الحكايه هفتح القسم بتوعنا، تمام، احط سيمي كولون عشان ما انساش، تمام. ممكن احط هايت ويتس، يعني ممكن اجي اقول له انا عايز الهايت بتاعها. عندك بقى البوزيشن هنتكلم فيها، يعني نيجي ليها دلوقتي ايه؟ هنتكلم في حته الهايت او البوزيشن، قصدي ال دايمنشنز عامة او الميجرمنت عامة هنبدا نتكلم فيها، لما احطها مثلا ببيكسل بالسنتي بتي اي بي، تمام، هنبدا نتكلم فيها دلوقتي. بس تعال نقول مثلا نخلي الهايت مثلا حوالي 500 من الويندو، تمام، والويتس برضه ممكن اقول له مثلا، وممكن تقول له حاجه ظريفه جدا، ممكن تقول له انا اخلي الويتس وين دوت ويتس ماينس مثلا 50، فياخد الويتس بتاع ايه؟ ياخد الويتس بتاع الويندو وينقص منها ايه؟ ينقص منها 50. يعني ممكن استغل الفاريبلز او الاوبجكت انا اخدته من كريت ويندو اللي هي اتعملت دي، تمام؟
وابدا ان انا احط عليها قلت له الوين دوت ويتس، ان انا خد لي من الويتس بتاع الويندو خدها كلها، بس دي نقص لي منها ايه 50، يعني هو كانت 400 خليها 300 وايه 350. بس تكون الشاشه وين؟ خد من اليمين واليسار. بص دلوقتي هو هيسنطر يعني، مش لسه ما عملش ولا ليفت ولا رايت ولا توب، لسه ما كلمناش حد كلها. تمام. وممكن كمان تحط هنا باك جراوند كلر، تقول مثلا ان كان سي يلو اورنج. الويندو هي المين كونتينر بتاعك، زي زي مثلا الويندو دي هي زي الويب فورم. طب انت بتقسم الويب فورم ازاي؟ يعني انت بتقول مثلا انا احط حاجات في الهيدر وحاجات في الفوتر، حاجات في الرايت وحاجات في الليفت، ازاي؟ بديف صح؟ او بتيبل وتجمع، حاطط تيبل وتيبل تقول له ده في هنا ليفت وفي هنا رايت وفي بارد، نفس الحكايه نفس الحكايه. عشان تقسم الويندو او الويب فورم بتاعتك فانت بتقسمه من خلال ايه؟ فيو. فانا معنى كده انا ممكن احط اكتر من ايه؟ اكتر من فيو. تمام؟ طيب هو ايش عرف الويندو دي؟ الفيو بتاعها. تمام. فانت لازم تيجي تقول له ايه؟ وين دوت اد. هتلاقي الاد فانكشن كديسكريبشن بياخد منك ايه؟ فيو. تمام. بياخد منك حاجه بتترني فيو، فانا ممكن اقول له اد، انا هضيف للفيو رقم واحد. فكده الوين هي الويندو، مين ويندو؟ ويندو اللي انا عملتها دي. تمام. بقى انا حطيت عليها او عملت عليه فورمات الفيو رقم ايه؟ الفيو رقم 1. طيب حاليا هي الويندو ازاي دي؟ انا عايز اول ما اضغط عليها اوبن. تمام. فانت لازم تيجي تقول الوين عندها فانكشن اسمها ايه؟ اوبن. تمام كده؟ ها حد عنده مشكله؟ فلو جيت حاليا اخترت اي حاجه من موجوده عند ان كان موبايل براوزر او اي كان مثلا اندرويد ايميليتور، قلت له انا رن على ماي اي في دي، مش صعب والله. ممكن اروح بس اروح للكونسول كده، هو بس الكونسول بيكتب شويه اوامر وما يقول لك خلاص انستول سكسس، ومعنى كده هو عمل انستول على ايه؟ على الاي في دي. فين؟ عادي هو يخرجنا ويطلع ايه؟ الناس لو الاي في دي مش شغال عندها، اذا اتفقنا جرب على البراوزر عادي، وان شاء الله احنا نحاول في البريك اعدي على كل اجهزه نحل مشكله الاي في دي ان شاء الله. خلاص قال لك الاب سكسس، المفروض ان هو يظهر لي دلوقتي الاب بتاعي. طيب ادي هو تقريبا ما حطليش الفيو دي، يعني الفيو بتاعتي مش ظاهره، يعني حطينا على اورنج تقريبا. طيب هي الويندو بتاعتنا كنا حاطينها لونها براون. تمام. فادي الويندو بتاعتنا، طب ليه ما حطش الفيو بتاعتنا؟ طب ممكن نشوف كده ما حطش الفيو ليه؟ ممكن اقول له نخلي الهايت مثلا. طيب ماشي، انا ممكن اللون لا مش شبيه اورنج، يعني ممكن احط يلو مثلا. طيب ممكن نخلي الويتس حاليا مثلا 600. هرن تاني. عملت الاندرويد ايميتر بياخد وقت، وممكن بعد كده نرن على الايفون بسرعه يعني. سي
طيب هو حاطط لي ريفيو بتاعتنا اهي خلاص ليه بلوني ريفيو على الفورم بتاعتي. طب وليه ليه خدها كلها؟ ليه خدها كلها؟ نعتبر ان الفيو دي هي المين فيو بتاعت راح جاي رسم عليه. طب انا عايز يقللها، ما نيجي في حته المارجن والبادنج هنبدا ازاي نخلي الفيو تاخد جزء من الفورم بتاعتي تمام، واخليها تحطها مثلا في توب ليفت معينه تمام. فنيجي نتكلم ايه نتكلم فيها، بس قدام احنا لسه ما وصلناش للبوزيشنز، فمش هتكلم في بوزيشن غير ما يوصل ايه بوزيشن. فعامه ده ابسط حاجه ان انت ممكن تكاري بيها ويندو وكاري بيها فيو تمام، وين اند ايه وين اند فيو. ودي اول فيرست ممكن تعمله في فيرست اب ان احنا ايه ان انا عامل وين اند فيو. طيب ايه اشهر ويندو بعد الويندو العاديه خالص؟ ان احنا نعمل حاجه اسمها تاب جروب. اشهر حاجه بعد الويندو اللي انا عملتها دي حاجه اسمها تاب جروب، ان انا ابدا اقسم زي ما احنا عملنا في البراوزر، ظهر عندي تاب 1 تاب 2 تاب 3، فانا عايز اعمل حاجه زي كده. فانت عشان تبدا تعمل حاجه زي كده فانت عندك اوبجكت اسمه تاب جروب، عند اوبجكت اسمه تاب جروب، كل تابايه عندي كونتين 1 ويندو او كونتين 1 فيو. هو الديفولت بتاعها ان هي كونتين 1 ويندو. انت لو عايز تخليها فيو فانت بتعمل زي بتعمل ريد رو كده، بترسم حاجه ثانيه وتبدا تخليها تظهر فيو زي حاجه اسمها زد اندكس كده، ان يعني ده واحد ده 3 بتاخد رقم تظهر ايه قدامي. بس الديفولت بتاع التاب جروب ان كل تاب تحتوي على ايه على 1 ويندو. انا لو فقتها عندي موجود هنا دلوقتي، انا عايز اعمل حاجه زي كده، عايز اعمل حاجه زي تاب جروب كده، تاب 1 تاب 2 ممكن ازود مثلا سي تاب 3 تمام. كل تاب تحتوي كونتين 1 ويندو تمام، تاب 1 فيها ويندو، تاب 2 فيها ايه. عايزين نعمل حاجه بسيطه زي كده دلوقتي. هي حاجه ها الويندو تايب، انا لا اظبطها لك دلوقتي. هنجيها ان شاء الله. الويندو ده فيو اد فيو مش تحتها في ويندو اوبن. ضفت الاول حاجه على الفيو عليها وبعد كده قلت له ويندو اوبن. ممكن دوت تو ستريم لانه ممكن لو حطيناها از انتجر ما تشتغل. لا هي ممكن انتجر بس انا هتكلم في حته البوزيشنز يعني. ممكن احطها جوه عادي سنجل كوتيشنز، وممكن ما احطهاش عادي تمام، بتبقى رقم عادي. وممكن احط بس الرقم بتاعها الاول او الميجرمنت بتاعتها سنتيمتر. فخلي الميجر يعني خطوه جايه هنتكلم في الميجرمنت عامه. طيب انا ازاي اعمل تاب جروب؟ فانت عشان تعمل تعال ممكن كومنت السطور اللي احنا عملناها دي كلها تمام. عشان كومنت السطور دي كلها ممكن تقول له بس ان انا كنترول سلاش فيعمل لي كومنت لكل الكومنت اللي موجوده عندي. عشان تعمل تاب جروب عندك اوبجكت اسمه تاب جروب، فانا ممكن اقول له var تاب جروب ساوي ti dot ui dot create tab group. وممكن مش هحط له اي بروبرتي حاليا دلوقتي، هسيبها فاضي خالص. اقول له تاب جروب ti dot ui dot create tab group. طيب اتفقنا ان انا عندي كل تاب تحتوي على ايه؟ على 1 ويندو تمام؟ فانا ممكن اجي اقول له ان دلوقتي انا هعمل var win 1 بتساوي ti.ui.create window. وممكن الويندو دي نديها باك جراوند، افتح البروبت بتاعتها اقول له مثلا باك جراوند بتاعتها color نخليها مثلا بلو with single quotation. حط سيمي كول. مسحنا كل شيء. ايه؟ مسحنا كل شيء. عملت كومنت بس ما مسحتش حاجه. كنترول سلاش في كومنت لك كل الكومنت الموجود عندك. طيب. سام معلش النقطة اللي قبل جيت تسويها رن ما تشتغل معي. ليه؟ تسوي رن للجافا سكريبت ولا لل بقف على الاب بتاعي وتعمل وتسوي رن. سويت هذا بتاعي. تمام. سوينا ولا على الاي في دي؟ طب سوينا ممكن اجي لك. طيب انا عملت كريت الويند 1 دي
طيب الويندو وين وين دي عايز اضيفها في تاب، تمام؟ عايز اضيفها في تاب، فانت ممكن تيجي تقول له var، اقول له مثلا tab1 بتساوي ti.ui.createTab. التاب دي لها property، اول حاجة ممكن احط ليها title، اقول له مثلا دي عبارة عن tab1 مثلا. طيب انت ضفت تاب جروب وضفت وين ويندو وضفت ايه تاب، طب ازاي تاب 1 دي لما اضغط عليها هتظهر لي الويندو رقم واحد؟ فعند التاب دي عندها حاجه اسمها ويندو، بروبرتي كده اسمها ويندو، بتاخد منك حاجه من اوبجكت من نوع ويندو، فهوديها ايه وين رقم واحد. ايه بس كده ده اه تاب واحد دي لما اضغط عليها هتفتح مين؟ ويندو رقم 1. طب فين لما اعطيها دوت لا 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 اللي هتفتحه مين الكونتينر بتاعهم كلهم؟ هي التاب جروب، فالتاب جروب هي هتبقى تاب دوت ايه؟ دوت او، تمام؟ تاني يبقى انا اول حاجه بس انا عملتها ان انا ضفت ويندو، يعني اول حاجه كده عملت كرييت ويندو ازاي؟ قلت له فار ويندو او وين 2 بتساوي تي اي دوت UI dot create window. ممكن نديها background. تقول مثلا مش عارف. طب تاني حاجة قلت له انها create tab. بكريت tab ازاي؟ فممكن اقول له var tab 2 بتساوي ti dot UI dot create tab group. Sorry, create tab. ممكن تقول له هنا title تبقى مثلا tab 2. طب الويندو بتاعتها فين؟ فانا اجي اقول له ويندو بتاعتها هي وين رقم ايه؟ رقم. فانت كده ضفت ايه؟ عايز بقى تضيف ويندو تانية او حاجة تانية، فبتاخد مثلا دول كوبي كده وتحطهم تحت، يبقى انت عندك ايه؟ وين 3 وتاب 3، تمام؟ يعني انا لو جيت كده هاخد مثلا دول كوبي كده اغير بس وين 3 وين تاب 3 وين وين 3، يبقى انا كده عندي 3 تابس و 3 ويندو، تمام؟ طيب ايه اللي هيعرف التاب جروب ان دول التاب التاب بتاعها؟ فانا لازم اقول له التاب جروب دي دوت عندها فانكشن اسمها اد، اتاكد بس من اسمها، دوت اد هتضيف مين؟ مش هتضيف ويندو بقى، هتضيف التاب، اقول له ده تاب 1، تمام؟ ممكن تيجي تاخد دول كوبي كده قول تاب 2 تاب 3. لا لا ما تاخدش، ما تاخدش حاجه زي الري يعني. لا لا هي اللي شيء المين كونتينر بتاع كله هي تاب جروب، تمام؟ لما تضغط على كل تاب يظهر لك ويندو، تمام؟ انشأنا ويندو واحد علشان لما اضغط على تاب واحد يظهر لي مين؟ ويندو 1، تمام؟ ونفس الحكايه يعني عملت ويندو 2 بس ضفتها فين؟ ضفتها مش هتظهر غير لما اعمل كليك على تاب ايه؟ تاب 2، ونفس الحكايه الويندو يتدخل التاب جروب عندي، تمام؟ طيب ناقص بس حاجة إن أنا ما أعمل كليك الويندو أوبن، فأنا أقول له تاب جروب دوت إيه؟ دوت أو. دي كومنت يحتوي الكنترول
وش اسمه دوكيومنتري تو كنترولز بعد كده توز ديك دوكيومنتس اللي هي اساسها بي دي اف كل الحكايه دي اللي هو هتلاقي كلهم فيهم كنترولز هتلاقي في كل واحد في حاجه مختلفه يعني في كل واحد اكزامز مختلف بس انا ممكن اوريك ان انا ممكن بشرح من كلهم تقريبا يعني قريت فيهم كلهم كويسين يعني طيب حاليا ممكن انا اقف على ماب بروجكت واقول له ران طيب مش هشوف الرن واشوف الكود مش طيب الفونت كلر شو فونت كلر كلر تمام فتلاقي عندنا تاب 1 تاب 2 سي او ان كام سنه ممكن تاب 2 فتلاقي تاب 1 تاب 2 تاب 3 لما اضغط على كل واحد بيجيب لي ايه ويندو مختلف تمام طيب.